تحمل احمد الحيب لا تدير احمد احسن ماكو وبتشوف لا 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 والله ما اقول كمان عم صرف نفسي جيب مفتوح شيء ها رجعني انا لا ان شاء الله ما طلع ان شاء الله تطلع قبل النهايه حلوه ام حد تمام تعال معي ناكل معك ليش انا اوريك ايش ما قلت لي حط لي معك ايوه البثالين كاميرا ما تقدر خال شغل وين عصيرك انا جاي اخذه من واحد الله يسود وجهك بسم بالله ما يكفي عليك والله اني جايب انا المرشدين دول على الحرم ابو عبد الله جيب لي مرقه جيب لي دام ما جاي انا هنا قاعد انا ولا جاي ما عليه كلمات نايف الحزيمي ومشعل كلمات من؟ كلمات نايف الحزيمي ومشعل ثاني مرة بنعطيهم لحن فرايحي شيء له ايش قول عبد الوجه احسنك قول لك ربطني انا ابغى اعرف من هو صاحب الشهر الوايل يتوقع لا هذا من قبل هاي كله اوه هذا من الامس لا لا الصراحه اي والله السفير كان يحيى ما ادري من اللي كان معه ناديته انا بسرعه وجاء يحيى مع واحد ناديته انا بسرعه وجاء يوم الكباب اللي حمد ليش عليه الحرم معين حتى الرز كباب معين شيء لا رز ولا لحم بسم بالله لما تضبط الوضع سفير وقف بس سفير وقف غير علي الحرام لما تضبط اقول ايه لا تشدها معنا والله نضبط الهندسه حقتك والبرمجيات معنا من الرجال بسم اهل الجنوب كله من سفير راح لا 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 ولا حرب سفيرنا برم اكبر رجال من الجنوب هنا ولا حرب اشد بالله سفيرنا بالله مو بثقه جعلني مبكيك ابو مو بثقه حق ماشي يا تعال يا احمد رحيم مدموع مدموع تمساح لا الشله انضربنا فيها ما يحسون شفت الحزن اللي حن فيه ذا عليه ايه فيني مو بحسد له اغبطه وش الفرق بين الحسد والغبط الغبط انك ما تتمنى زوال النعمه بس تتمناها اللي جاي يجيك طيب ودي يا اخي انت مستوعبين بيروح لهله بيروح لحياته بيروح والله طيبة اي نعم مو معناته احنا باقيين هنا احنا باقيين هنا احنا بضبط لا بذمتي بس الواحد يوم يطلع قاعد ابوي خير والراح فهو في خيرين بيشوف ابوه وامه قال هل يزيد الشهر يمس قال بتطلع وبتستانس بس بتندم لحظة انك طلعت وتبي ود انك ترجع والله لا تندم على شيء كتبه الله لك يا اخي ما يا اخي القبول والامور الطيبه انت يا اخي انت ماشي امورك طيبه فهمت اذا يحيى ذكي واذا غسان ذكي ترى جاتهم فرصه ما جاتني انا ولا انت ولا الجميع اذا تطلع من اول متسابقين الجمهور مقبل عليك اذا انت عندك ماده عندك محتوى مفيد والله ما يفرط فيك الجمهور كل الجمهور الحين يدور يحيى وين يحيى وش علوم يحيى وش يسوي يحيى وش ما سوى يحيى كيف علاقه يحيى مع الناس كيف عايشين في المنتجع اسئله تراود فضول يراود بعض الجمهور فهمت؟ بس تبي الصراحة أشكر 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 الإيدين اللي اختارت والذوق اللي اختار البوت حقك والله أنا ورب البيت أشكر والله لو أقسم بالله العظيم يعني فيك كمية ذوق ما تتوقعها والله ما بذيك البيت يا فيك كمية تدري ليه؟ حرام تدري ليه؟ الرمادي ما أخذ منك حتى صدق يا حبيبي أنت والله الذويق هو اللي يعرف يختار يا حبيبي والله أنا حرج لا والله انت تجي واحد نطلق منها ان شاء الله حقها اكبر لكنه قيم شيء معين فان شاء الله ذويك ورب البيت ذويك اي لا بساك يعني انا قررت اختم شوزاتي كلها عشان كذا راح اتجرى وافشخ منك
هذه انا اعرفها على بعد 3 كيلو اي ويلك ادري انها معروف عشان زي كيف انا باخذها ولا باخذها قلت لك كم ابوي خذها لكن انت تنفرط سياف ريان ايش ذا التمثيل البطل بالله كيف ابوي والله صدمتوني والله ما في احد بطل غيرك انت قسم بالله والله مو مجامله في الارتجال ما انا في واحد مثل يا كاركتر خض اللجنه خض إيه لا لا الارتجال سياف خله في المسرحيه هو البطل فيهم كلهم انا قلتها امس وحنا على البروفه بدون مجامله عيال احنا دخلنا في سيناريو ابو غهير جزء منك في المسرح انا يطلع ان شاء الله والله ترى الوجه له دور ايش تقصد انت وجه كبير ماخذ مساحه في المسرح انا ملامحك بالعربي ما هي بحاده نوفي وجهك اليف كليف تقدر تغير ملامحك يعني تعقب تخوف احد الله يوريك رجعت والله من الشرف يا الله انا اشهد كل اسبوع واحد احد ابو محمد فوق قسما بربك عندك الماء وين انا دروس ما ولا لا لا ما في ما في دجاج يا ما في والله ما في ما داني داش ايش ما مسقع مسقع والله ما دانيها رب هذا هذا صح مسعود قبل ليش يا دامي في دجاج انا اعرف الريان تعال شيري يا اخوي جنك اسحبها 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 لبيه ما بيها يا اخوي ما بيها لو بيها هذه بتعيفها من يدي يعني عشان كانت منها اسمع ما 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 يا اخوي انا عارف عارف عمري بديت خشمك يا رجيل انا عارف خليني عليك صلح الله ما احبك تؤمن بالله ريانة بطل بطل بس لو بيقولون قيمه بقول صفر ايش لو بيقولون قيمه بقول صفر ولا اثنين ليش لان انا عارف ريان اعرف اداء ريان معليش انت اليوم تغير اصوات فقط اليوم تغير لي صوتين نبي نتفق اذا جانا نص ما جازنا نعرض عليه الان ان عاد جاني نص ان عاد جاني نص مثل كذا ما نص غصب عنك تتقيد فيه لا نص عربي ما ينفع كيف ترى نص غصب تتقيد تكون شخصيتك كذا الصدق مو بشيء مخيف صح بس انك جربت فشيت فشيت الحين التحس خلاص بس هذا اهم شيء قم فشيت ولا طقطق مي يبغى اسالك ولا تعشيت ولا لاعب في البطاطس والله ما لي فيه خله والله ما لي فيه قم والله ما لي فيه والله اني ما اكل في البطاطس كان كرشتي مثل كرشتك الله يسعدك الله يسعدك والله ما اكل والله ان شاء الله ما اكل والله ما اكل والله ما اكل شبعان معي انا اكل اكل بس شكل معي هذا قالها قالها تعال صحيح ولد ما شاء الله لا والله هذا حق مسعود جاي اشارك بس ولد مثلك انا اسمعني اكل اكل والله ما يطب حل اندومي والله باكل اندومي علي شوي طلاق ما تاكل اندومي تعال اكل الحمد لله قسما بالله ما تاكل اندومي ما تزوج طيب استحي وجهك خلاص اكلك انا باكل معثامي بنقرق انا خلصت خلاص اكل لا لا اكل انا بنقرق معثامي اقسم بالله تاكل مصحني ادام حراق تعال انا خلاص انا اخوك تخبرني كل صراحه الاذيه مصقعه قاعد اشوفك تزمل تمرها قمت وجلس يا حمار نعم شان تعال تك 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 خلص مدعث يا مدعث لا لا الله يرحم والدينك يا مدعث ارز بينكب على القاع مدعث ارز بينكب على القاع الله يرحم امك يا مدعث ارحم بمرهم جدك ها؟ لا لا بمرهم فخر عمرك ان شاء الله فخر فخر ونعم والله ونعم مثل ابو ظهير لبيك لبك هبدك لا بس اعلمه ايش؟ صح مثله يقول مرهم وش هو؟ قلت فخر من القبيلة مرهب ولا مرهب؟ مرهب مرهم مرهب ثامر صد عرجة ثامر صد أنت شنت وش أنا؟ وش قبيلتك؟ لقفة عرجاني العرجاني؟ والله ونعم تعرف؟ شوف العرجاني يدخل في اليامي والعجمي في اليامي والمري في اليامي فهمت؟ دقيقة دقيقة يعني رأس الله. رأس أنت بسترجع اليام أنا عرجاني مثل المري الله الله بس قالوا أساسكم مش كبيرتكم مره يامي يام كلكم هي يام فرق عن همدان همدان يجمع اليامي والوايلي حنا وحسين إيه؟ حنا وحسين يسمونا همدان الوايلي واليامي اليامي اسمه همدان
اما يامي فيه المري فيه العجمي فيه العرجاني فيه الوعيلي فيه الفطي اي شطه وين في البطاطس اللي في الدولاب نزيتها اسمع